نعم، هنا سؤال عن إذا كان الخلاف، إذا ما بقينا داخل البيت الإيراني والخلاف بعد نجاح الثورة بعام أو عامين بدأ بين الخميني وكذلك بقية الملالي الإيرانية، إذا كان الخلاف قديم بهذا الشكل وقبل يعني فترة وجيزة أغتيل هكذا كما تشير الأدلة، إبراهيم رئيسي في بسقوط طائرته لأنه كان يخطط لأن يكون يعني إمام جديد لإيران، صراع الديانة أو صراع الطوائف أو المعممين هل هو الأخطر نقطة ضعف إيران حاليا؟ مما لا شك فيه طبعا هذا يعني هو الأخطر بالنسبة لوسعهم، بالنسبة لهم نعم هو الخطر الحقيقي الذي سيفرقهم، لأنك حقيقة لم يكن أحد يتوقع أن هؤلاء الملالي الذين أساسا كانوا متفقون بكل ما تحمل الكلمة من معنى لتصدير ثوراتهم، وهم متفقون باختلاف توجهاتهم السياسية، أن تتحول قضية إلى التصفية الداخلية فيما بينهم. وحقيقة كما تفضلت يعني بدأنا نلمس هذا بشكل واقع، اغتيال رئيسي، السكوت عن اغتيال بعض القوى من الحرس الثوري السليماني، السكوت عن اغتيال الضباط 17 الذين لم يأتي ذكرهم إلا بخبر عارض جدا، لا أقول الذين تم اغتيالهم في السفارة الإيرانية في دمشق، بل أقول الضباط الذين تم اغتيالهم في بقرب من حلب، يعني بعد بضعة أشهر 17 ضابطا، وكان من الإرهاصات تبعهم اعتقال أحد الضباط من داخل القصر في بوري. نعم نعم دكتور عاطف، أتمنى لك السلامة حقيقة لأني أراك من بداية الحلقة وأنت ربما تعاني من يعني تحسس ما، لكن بقي دقائق قليلة حتى نختم هذه الحلقة دكتور عاطف، وسؤالي الأخير ربما فيما تبقى من وقت عن مدى استطاعة إيران وملالي إيران الصمود في وجه هذا التصدع الذي ملامحه واضحة منذ فترة طويلة كما ذكرنا في الداخل الإيراني. هذا التصدع حقيقة هو سيؤدي بالنتيجة إلى انتصار أحد التيارين، يعني لا بد من نتيجة، إما أن يقضي تيار على تيار آخر وبالتالي ستصبح الخلافات والتصدعات شعبوية أكثر مما هي سياسية على مستوى القادة، أو أن يكون هنالك بعض التنازلات، تنازل طرف للآخر وتكون، ولكن على ما يبدو هذه التنازلات لن تحصل لأن الخامنئي يعني بدأ بسياسة تصفية الشخصيات القوية، كل الشخصيات التي شعر أنها قوية منذ أمد بعيد من قبل اغتيال سليماني، يعني على الأقل كانت قبل اغتيال سليماني هناك تحركات وتنقلات مستمرة ضمن ضباط الحرس الثوري، بحيث هؤلاء الضباط الذين سيكون لهم قوة مؤثرة أن لا يستطيعوا التغول أكثر، وأن لا يتمكنوا القوة التي تستطيع أن تكون هي القوة الأرجح مقابل قوة خامنئي، فبالتالي كانت تنقلات سريعة جدا، يعني لا يبقى الضباط هؤلاء الضباط كما يقولون ضباط القراء أصحاب القرار، لا يبقى في مكانه أكثر من سنة إلى سنة ونصف. التصفيات التي بدأوا يتهمون بها الدول الأخرى، يعني دعني أقول بعض الاغتيالات حتى بما فيها الاغتيالات التي حصلت في السفارة الإيرانية في دمشق، يعني السفارة الإيرانية هي نفس المبنى هو مبنى السفارة الإيرانية، وفي أحد الطوابق هو أيضا سكن السفير، دلالة خروج السفير قبل الضربة كما يقولون بدقائق لا تتجاوز نصف ساعة، إذن ربما يكون هناك إشارة معينة. دلالة اغتيال الضباط 17 في قرب من حلب وأن بعضهم كان لم يتجاوز الساعتين من وصوله إلى سوريا، يعني كان النزول في مطار حلب واللقاء بالقرب من حلب، يعني نعم. فكانت لذلك تم الاغتيال. إذن هذه العمليات التي حقيقة أصبحت تثير الريبة عند الضباط الكبار هي يعني نتيجتها أصبحت واضحة جدا، يعني كما قلنا، لكن النتائج أرجع أعود لأقول
يعني لابد يعني من انتصار تيار على آخر أو بالمقابل تنازلات طرف لطرف آخر. خامنئي يسير في مخططه، وأظن من الصعب جدا أن يتراجع، لأنه بدأ يجد نفسه أنه يتمكن يوما بعد يوم أكثر فأكثر. وهل هذه نقطة يعني مهمة باختصار دكتور عاطف اللي من قبل الغرب يتم العمل عليها، يعني واحدة من نقاط ضعف إيران؟ الغرب يعني إذا كان الغرب يعتقد أنه انتهى دور إيران بالنسبة له وبدور تصدير الثورة ودور إدلال وأخضاع السنة، فسيسرعها أكثر ويهمه أن يتبرق الصف. أما إن كان الغرب ما يزال يريد إذلال بلاد المسلمين السنة أكثر، فسيجد طريقة وينهي هذا الصراع لصالح غالبا الفريق القائم حاليا، فريق آيت الله علي خامنئي. نعم، إذن أشكرك جزيلا الباحث في الحركة الإسلامية وفي الشأن الإيراني أيضا الدكتور عاطف ناموس، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم أنتم مشاهدين على كرم المتابعة، ونلتقي في حلقات قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه.